الأصدقاء والمعجبين بتلفزيون الشاهد، وحبيبي أخوي علي النجدي مصور عنده يحب الطيور، فعنده طير عزيز عليه فسماه الشاهد، وقال لي أبو أحمد تعرض لي إياه. قلت له أعرض لك إياه، وفيت بوعدي. أمس المفروض أعرضه ما عرضت، اليوم بعرضك يا أخوي النجدي، ومشكور على هذا الإطراء، ومشكور على متابعتك، والطير الشاهد في الهوى شاشي. عطي التغريد. يا طيري يا طيري يا طير السعد ينترفع الجرح نوره منك يا طاقة. يا طيري يا طيري يا طير السعد ينترفع الجرح نوره منك يا ضاقت عليك الأرض خليتك. يعيش طير الشاهد. آخر تقرير إش عليه.